اجي للاستثمارات جزء منها اجنبي وجزء منها محلي، وخليني ابتدي بالاجنبي او الاجنبي اللي هو العربي غير المصري يعني. الناس بتقول طيب انتوا لما اتزنقتوا قررتوا تبيعوا، تبيعوا في بنوك، تبيعوا درر الشركات المصرية، هل هذا صحيح؟ لا مش صحيح، لأنه هو التاني أنا عايز أرجع لكلمة الوثيقة بتاعت ملكية الدولة دي، كان البروسيس بتاعتها معمولة من قبل الأزمة. يعني إحنا لما نتكلم على أنه الدولة عايزة تتخارج، يعني الحكومة لم تطلقها غير بعد الأزمة، فبدت وكأنها رد فعل للأزمة. لا لا، هي ابتدينا فيها في سبتمبر، وبعدين لما اتطرحت للحوار المجتمعي كان في مايو، لأن إحنا كنا شغالين طول الوقت مع المتخصصين ومع الاقتصاديين ومع القطاع الخاص قبل ما تعلن وتنشر في مايو للحوار المجتمعي. لكن من قبل كده واحنا شغالين عليها وظهرت باكتر من نسخه وشافوها ناس كتير جدا، لان هو ده كان التوجه ده جاي من الاصلاحات الهيكليه، فهو احنا متسقين جدا مع الرؤيه بتاعتنا. اصلاح هيكلي معناها ان احنا عايزين نشتغل على تمكين القطاع الخاص، يبقى محتاجين ان احنا يكون عندنا وثيقه. الوثيقه بتقول عايزين نتخارج من الانشطه الاقتصاديه. التخارج من الانشطه الاقتصاديه معناه ان احنا هنتيح المجال للقطاع الخاص ان هو يكون موجود سواء كان داخلي أو خارجي. التخارج ده هيكون إزاي أو الإتاحة دي تكون إزاي؟ جزء منها بالبيع، إن أنا يجي لي مستثمر استراتيجي عايز interested إن هو يشتري الاستثمارات بتاعتنا فيدخل إن هو يشتريها. ممكن يكون في بالإدارة فأنا عندي الملكية وهو موجود في الإدارة. ممكن تكون بالطرح في البورصة، فده كان سابق للأزمة. لكن يمكن تزامن زي ما حضرتك قلتي إن هو إطلاقها للحوار المجتمعي كان في الوقت بتاع الأزمة، فحصل الربط ده ما بينهم. لكن ده توجه، لأنه ما ينفعش أصلا، يعني حتى مش منطقي أنه بين يوم وليلة أنه هو هيحصل التخارج كده فجأة من غير ما يكون عندنا الوثيقة دي اللي بتقول لنا كيفية التخارج هتكون عاملة إزاي. فهي بس الصدفة اللي بيّنت أنه ده حصل في الوقت اللي حصلت فيه الأزمة، لكن هو الشغل عليه من قبل كده بكتير. برضو الدولة أو الحكومة قايلة أنها مستهدفة 65% مساهمة على 3 سنين خاص على 3 سنين. يعني بنتكلم عن بيئة الاستثمار، هل شايفة أن بيئة الاستثمار بتتغير بالفعل لجذب هذه الاستثمارات؟ احنا لسه بنسمع عن معوقات، طبعا لسه بنسمع عن مشاكل، والقضية ليست فقط في التراخيص والأراضي، احنا عندنا مشاكل في الضرائب، عندنا مشاكل في الجمارك، عندنا مشاكل إجرائية كده، يعني حاجات في معقدة في المنتصف. هل الحكومة بتقعد كلها طبعاً مع بعض؟ الحكومة بتقعد كلها مع بعض وبتشتغل على كل النقاط اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي. يعني بنتكلم مثلا على المنظومة بتاعت الجمارك والاي سي اي سيستم اللي هو بيعمل عملية الربط للجمرك، مع كل النقاط اللي حضرتك اتكلمتي فيها احنا بنشتغل عليها والحكومة كلها مع بعضها. التخارج او ال 65% اللي احنا عايزينهم على الثلاث سنين دي ايضا هي دي برؤيه، هو التخارج هيتم ازاي؟ هل احنا مؤهلين ولا مش مؤهلين؟ بقى في جهاز حمايه المنافسه ولجنه الحياد التنافسي اللي اتعملت علشان خاطر تراعي انه يكون في حياد تنافسي في اللاعبين الاقتصاديين على ارض الواقع، ما يبقاش في نوع من يعني البايزنس تجاه جهة ضد الأخرى أو جهة مع الأخرى. وبالتالي البيئة الاستثمارية هي كده، هي البيئة أنك بتتكلمي عن عناصر الإنتاج مع القوانين مع الـ 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 الإتاحة بتاعت الرخص والأرض وما إلى ذلك، كلها مع بعض كل دي بيئة الاستثمار اللي هي بتتعدل علشان تبقى جاذبة للاستثمار. دكتورة جيهان، في لجنة لي مش عارفة فض منازعات برئاسة رئيس الوزراء، لجنة للاستثمارات الخارجية برئاسة رئيس الوزراء، لجنة للبورصة وتنشيط البورصة رئيس رئيس وزراء، لجنة لأي حاجة في مصر حل مشاكل الرخصة الذهبية، الرخصة الفضية، كل حاجة لجنة، وكل حاجة لجنة برئاسة رئيس وزراء. طب يعني ما هو في النهاية، هو يعني في النهاية اللجان بتتلخبط مع بعض، اللجان لا تفضي إلى شيء. وأنا بقول لك هنا رأي القطاع الخاص، ده مش رأيي أنا مش قطاع خاص، لكن في النهاية اللجان لا تفضي إلى شيء. وفي النهاية هو مش في هيئة استثمار ما تعمل شغلها، وليه كله لازم يروح لرئيس الوزراء؟ مش في هيئة تنمية صناعية ما تعمل شغلها، وليه كله لازم يرجع لرئيس الوزراء؟ لا، هو كل حد بيعمل شغل، ولكن اللجان دي بتبقى لجان المجرد بس إنه هي تتأكد وتنظم إنه اللي مطلوب من كل هذه الجهات بيتم تنفيذه.
القعده اللي بيقعدها رئيس الوزراء في اللجان هي بتكون قعده استراتيجيه، ان هو بينظر للمستهدف من هذه اللجنه ويشوف مدى تحققه. ولازم يبقى في سيستم بالظبط، سيستم طبيعي زي الدول الكتيره حوالينا. حضرتك عارفه مساء الخير، انا عايز افتح شركه، الشركه بتتفتح في كذا، باخد الارض في كذا، على فكره بيدفعوا فلوس كتيره جدا لانشاء هذه الشركات، فالناس المستثمرين المستعدين يدفعوا فلوس، ما عندهمش مشكله في سعر الصرف على فكره، ما عندهمش مشكله في تكلفه الارض حتى، لكن قول لي ان هو ده السيستم، قول لي ان هي دي الضرايب، مش هتيجي كمان سنه تروح اصل في ضريبه هواء وضريبه ارض وضريبه شمس. لا هو لازم يكون في، لازم يكون في شفافيه ومصداقيه زي ما حضرتك بتقولي، وعلشان كده دلوقتي كل الحاجات اللي بتعلن دي بتتوضح. والسيد رئيس الوزراء لما عمل المؤتمر العالمي في شهر 5 الاقتصادي اتكلم على الحوافز اللي الدوله بتطلقها، واتكلم على الرخصه الذهبيه، واتكلم على عمليه ترخيص الاراضي، كل دي نقاط تم تنظيمها وشرحها بـ يعني بشفافية للمستثمرين.